ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الاسد ليوم الاربعاء 15 يونيو حزيران 2022. بالنسبة ليك يا اسد، النهاردة لازم تبقى ايجابي اكتر في كل افكارك في اليوم ده، وانك تكون ودود جدا في كل سلوكياتك في الفترة دي. كل ده هيضمن ليك النجاح اللي انت مستنيه. هتكون دايما بتكسب السمعة الطيبة من كل الاشخاص اللي حواليك في اليوم ده. بنصحك انك ما تترفعش كتير، علشان دي ممكن تبقى سلبية كبيرة جدا ليك بعد كده. بالنسبة ليك النهاردة يا أسد، مهنيا لازم تركز. التركيز يعتبر أفضل حاجة عندك في شغلك، ودي هي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى بتساعدك النهاردة في إنك تتمم كل مهامك بأسرع وقت. ممكن يأثر فقدان تركيزك النهاردة على جودة شغلك، علشان كده بنصحك إنك تبقى بتركز بشكل أفضل، وبالتالي ممكن تفقد حسن نية رؤسائك بشكل كبير. بالنسبة ليك النهاردة عاطفيا يا أسد، ممكن تكون عندك أقل عاطفية قدر الإمكان في الفترة دي، لأن ده فيه أحد الجوانب اللي بتبقى قدامك اللي مش بتتمكن من خلالها شريكك من إنه يتكيف معاك بشكل كبير. كونك هتبقى عملي أكتر، كل ده هينال إعجاب حبيبك النهاردة، وهيحسن العلاقة اللي بتبقى ما بينكم بشكل كبير. بالنسبة ليك ماليا النهاردة يا سرطان، ممكن تكون أموالك في صانع آفاق كبيرة تعتبر قاتمة جدا جدا في الموضوع ده. هتحتاج بس لإنك تشتغل على نفقاتك أكتر وتقللها قدر الإمكان. كل ده هيضمن ليك إن عندك استقرار مالي كويس في الفترة اللي جاية. بالنسبة ليك صحيا يا أسد، هتحاول إنك تعيش دايما على المية السخنة، لأن الفترة دي فيها فرصة تتخلص من خلالها من أي نوع من أنواع الإصابات اللي ممكن تبقى بتتعرض ليها في حلقك النهاردة، وتعرف تراعي نفسك بشكل كويس وتقلل من شدة كل الأمراض اللي ممكن تبقى بتتعرض ليها وتمنع ده حتى في المستقبل.